السلام عليكم. في ظاهرة نادرة للغاية استيقظ أهل قرية سيشوان الصينية على مشهد غريب، وهو ظهور ثلاث شموس تشرق في السماء. طبعا المشهد كان مرعب جدا لأهل القرية اللي بدأوا يسجلوا الظاهرة عبر هواتفهم النقالي وينشروها على السوشيال ميديا. بعد حادث الجدل اللي سببتها المقاطع، السلطات الصينية أصدرت بيان وأكدت إنه اللي شافوه صحيح، وهو عبارة عن ظاهرة بصرية فريدة ونادرة جدا وبتختفي بعد انتهاء سببها. التفسير العلمي لهي الظاهرة بيقول انه سببها بيرجع للوهم البصري، وهذا بيحصل في الغلاف الجوي عند درجات حرارة معينة نتيجة انكسار ضوء الشمس على البلورات الجليدية الموجودة في الغلاف الجوي. بقع الضوء شديدة التوهج في بعض الحالات بتظهر وكأنها شمس جديدة في السماء، وتسمى هي الظاهرة بالشمس الكاذبة او علميا باسم بارهيليون.